تعرفون بأن السكن العمومي المدعم يمكن ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن، وتعرفون أيضا بأن السكن هو الحاجة الاجتماعية الأكثر حساسية، وفي الجزائر اليوم هو الرهان كذلك. شهرزاد ينون تفصل في توطين برنامج عدل من خلال إنجاز المشاريع الجديدة. تعيش الجزائر على وقع ديناميكية سكنية متسارعة نتيجة للإصلاحات السياسية والاجتماعية الرامية إلى القضاء على أزمة السكن وضمان حق المواطن في سكن لائق. وفي هذا الإطار بادرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة لإنعاش القطاع، أهمها التنويع في أنماط السكن الحضري ودعم السكن الريفي، مع اعتمادها على آلية تمويل مختلفة وإشراك القطاع الخاص والبنوك التجارية للمساهمة في تطوير القطاع. وإذ تسارع الحكومة إلى امتصاص العجز المسجل في برنامج عدل 2 من خلال الإسراع في استكمال البرامج السكنية قيد الإنجاز، يركز القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 على تنفيذ برنامج جديد يضم 1,000,000 وحدة سكنية. وفي هذا الإطار تساهم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل باعتبارها أكبر مرق عقاري على المستوى المغاربي في تطبيق سياسة عمرانية حقيقية كما ترسمها الدولة، تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتعمل على تحسين وعصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، حيث بادرت إلى استحداث تطبيق إلكتروني يسمح للمكتتبين بمتابعة ملفاتهم، كما وقعت عدل مؤخرا اتفاقية مع أنساج بهدف إعطاء فرصة للمؤسسات المصغرة لتسيير أحياء عدل عبر التراب الوطني، كلها إجراءات لتحسين الإطار المعيش للمواطن. ورصدنا منذ صباح اليوم وعبر الموقع الرسمي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري طبعا مجموعة من الانشغالات، مجموعة من الأسئلة، أسئلة المواطنين الذين تفاعلوا مباشرة مع الإعلان باستضافة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسين عدل سيد محمد طارق بالعريبي المدير العام. مرحبا بك سيد بالعريبي. شكرا أستاذ على الاستضافة. مرحبا. العديد إذن من الأسئلة، أكيد سنلتفت إلى هذه الأسئلة طبعا من قبيل الالتفات لانشغالات وأسئلة المواطنين في ختام هذه الحلقة. العديد إذن من المحاور في الحقيقة، هذا اللقاء سيتوزع على العديد من المحاور، ندشن طبعا بمحور الحديث عن المشاريع والحديث عن استراتيجية الدولة في مسألة تدعيم هذه الصيغة. لو نتحدث أو هل يمكننا ربما الحديث عن الاستراتيجية المتبعة في مجال صيغة السكن المدعم؟ لا، احنا في وكالة عدل يعني الاستراتيجية بين احنا ماشيين في توطين والانطلاق في المشاريع في يعني مشاريع كل وكالة عدل. يعني كنا في 2013 يعني فتحنا الاكتتاب وين كان تسجيل اكثر من 500,000 مكتتب، بدينا في لو بايمون تاع لا بروميير ترونش، وماشيين حتى ننطلق يعني في المشاريع، كل المشاريع اللي متخصصة بهاد المكتتبين. ما يخفاكش اليوم تقريبا 5,445 وحدة سكنية هي قيد الإنجاز الآن، سلم منها تقريبا 235,000 وحدة سكنية. طور الإنجاز اللي يدرك الآن هي في الإنجاز تقريبا 310,000 وحدة سكنية. يعني ماشيين في يعني استراتيجية أنه كل مكتتب دفع الشطر الأول وعنده ملف مقبول في وكالة عدل راح ننطلق في المشروع نتاعه ونبقى معه حتى نصل إلى أن يأخذ السكن نتاعه. نعم، نتحدث عن صيغة عدل، هل طبعا ستتوقف باكتمال هذه أو بإكمال هذه المشاريع أو هناك مشاريع جديدة؟ مشاريع جديدة، احنا قلت لك نبقى في عدل 2. المشاريع الجديدة نرجع للسنة الماضية تقريبا أكثر من 130,000 وحدة سكنية انطلقنا فيها. يعني الحكومة مدعمة يعني لا فورميل أديال
يعني 130 ألف وحدة سكنية انطلقنا فيها في سنة 2020. نشوف يعني قانون المالية لسنة 2021 تاني فيه الروليكا تاع لو بروغرام أديال، يعني باش كلوتوري لو بروغرام أديال تقريبا 15 ألف وحدة سكنية. يعني المشاريع راح نبقى ننطلق في المشاريع حتى ننتهي من أديال، من مكتتبين الأديال 2. أين وصلنا مع مكتتبي أديال 2؟ يعني والله في يعني في 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 عدة مراحل. يعني تقريبا كان في 2020، بداية 2020 كان لازم ننطلق، كنا يعني لازم ننطلق في 130 ألف وحدة سكنية. يعني في ظرف عام 12 شهر استطعنا أن نوطن 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني. وهنا شكري الخاص للولات وللحكومة على يعني على المجهودات لتسخير الأراضي الأوعية العقارية، لأنه كانت عملية صعبة جدا باش نقدر نوطن هذه المشاريع على الأرض الواقع ونوفر الأوعية العقارية في مستوى الولايات. يعني في الولايات الكبيرة، يعني لي غروند زاغلوميراسيون كيما الجزائر العاصمة ولا قسنطينة ولا عنابة ولا وهران. الحمد لله الآن وصلنا ننطلق سنة 2021، يعني انتهينا من كل المكتتبين اللي دفعوا الشطر الأول. الآن المشروع انت المشاريع السكنية تحم في قيد الإنجاز. قيد الإنجاز، المشاريع مرتبطة بالأوعية العقارية. مسألة الأوعية العقارية، الكثير يعني ما يقال في مسألة الأوعية العقارية، يعني في بعض الأحيان هناك مثلا نذكر مثلا بنان أو مدينة سيدي عبد الله التي تحصل على هذا الإطار، إطار كمدينة بالمقارنة مثلا على أوعية عقارية تكون بعيدة كل البعد عن المدن. كيف يعني نرد على هذا الانشغال؟ احنا كنا انفاس الإشكالية كبيرة، انه مكتتبين من 2013 يدفع الشطر الاول وما انطلقناش في المشاريع. يعني كان لازم ننطلق في المشاريع، وبهذا يعني بهذه الحتمية كان لازم انه اي وعاء عقاري تتوفر عليه وكالة عدل تنطلق فيه المشاريع. احنا كنا خدينا يعني لي زاسيات فونسيير في بوينان في 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 هنايا اطراف العاصمه، لكن هذا ما يمنعش انه حتى الاوعيه العقاريه اللي راهي في العاصمه الحمد لله قدرنا نوطن فيها. ناخذ مثال برج البحري ولا دراريا ولا يعني رغايا، انه قدرنا نوطن ناخذ هذه العقارات. ويعني اي وعاء عقاري يمكن يعني يكون يعني موفر باش وصالح للبناء وداخل في لو تيسيو اوربان وعنده لي زانسترومون دوربانيزم تاعو نستعملوا للانطلاق في مشاريع وكاله عدل. نعم، وكاله عدل تنطلق يعني بمجرد الحصول على هذه الاوعيه العقاريه، او تتم مساله التنسيق مع الولات والولات المنتدبين مثلا في بعض المقاطعات الاداريه في مساله توفير هذه الاجواء الحسنه للمواطن؟ لانه يعني في كثير من الاحيان، وطبعا دائما بالالتفات وبالنظر لمجموعه من التساؤلات التي وردت الموقع يعني من خلال استضافتكم في برنامج الجزائر المباشر، يتكلمون على مسألة الضروريات مثلا الماء، الغاز، الكهرباء، النقل في بعض الأحيان لهذه المدن. نريد أن نتعرف يعني معك سيد بالعريبي عن مسألة الوظيفة يعني المنوطة بالوكالة الوطنية لتحسين العدل وتطويره. لا نولي لل يعني لا رمارك كو فو زافي ديكتي ماتنو كونسيرنون الالكتريسيتي غاز دولو، في وقت سابق كانت تمنح سكنات عدل، يعني فيها النقص في الغاز ولا نقص في الماء، وكان مجهود كبير باش نوصل انه نرجع هذه السكنات يعني تكون لائقه للسكن. لكن سياده الوزير السكن والعمران والمدينه يعني كان معنا صارم انه ممنوع نوزع اي سكن ما فيهش الـ يعني ضروريات الحياه من ماء او غاز او يعني كهرباء. يعني ممنوع منعا باتا، يعني تعليمه صارمه من معالي وزير السكن والعمران والمدينه، وحنا اون سانسكري في هذا لا ديمارش.
والحمد لله في سنة 2020 كل السكنات التي وزعت تاع وكالة عدل فيها الضروريات الحياة من كهرباء وغاز وماء. فيما يخص التنسيق مع السادة الولات ولا الولات المنتدبون فيما يخص احنا نعمل يعني جنب لجنب يعني بحكم اننا نعمل في المقاطعة الكونسيرني ويعني غير يوفرنا القطاع الأرضية اللائقة نبدأ في العمل وما ابري يعني لا ليفريزون لا روميز دي كلي يعني كما يكون الحي يعني مسكون يعني فيه السكان فيه تنسيق مع السادة الولات. نعم فيه تنسيق وحتى فيه جديد فيما يخص مسألة تسيير الأحياء حتى السكنية التابعة لعدل ربما أعلنتم عنها حتى في مجال هذه الاتفاقية الموقعة مع الوزارة المنتدبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيد بلعربي. وإحنا لاحظنا أنه فيه نقص كبير في تسيير الأحياء يعني الإنسان يكون صريح ويعني يشوف الأخطاء تاعه ويحاول يصححها بأقدر يعني بأقدر وجه. وفي هذا الإطار إحنا كنا يعني كانت وزارة السكن والعمران والمدينة مضات بروتوكول اتفاق مع الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه ندمج هذه المؤسسات في تسيير الأحياء. أنه كل الأحياء الآن يعني راح نقول لك في سنة 2000 وفي سنة 2020 تم توزيع قرابة 100,000 وحدة سكنية. هذه 100,000 وحدة سكنية الآن ما فيهاش لاجيسيون ايموبيليير، فيها هذه المؤسسات الصغيرة يعني سي دي زونتربريز اونساج ولا كناك اللي هما متخصصين في النظافة، متخصصين في 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 تسيير الأحياء، متخصصين في الـ في الـ في الـ في لي زاسونسور. يعني باش نستفاد من هذه المؤسسات في الاختصاص نتاعهم. وهنا يعني جست ان بيلون راح نقول لك العمليه هذه قدرت الوكاله يعني عن طريق العمليه هذه ان ننشا تقريبا 960 يعني منصب عمل غير مباشر. نعم تحدثت سنعود يعني مسألة تسيير الأحياء أنه مسألة مهمة أيضا كانت ضمن كل هذه الانشغالات التي رفعها المواطنون طبعا المواطنين المستفيدين خاصة المكتتبين يعني لعدل. أعود لمسألة الآن المشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز، أنت قدمت ربما بعض المعطيات وبعض المؤشرات يعني الخاصة بعدد المشاريع قيد الإنجاز اليوم. لا احنا الان حاليا وكاله عدل تشرف على انجاز تقريبا 310,000 وحده سكنيه على المستوى الوطني متفاوته النسب. راح نقول انه 111,000 يعني سكن الان هو نسبه الانجاز يعني الديباس لي 60% يعني وحنا مبرمجينها بربي ان شاء الله في للتسليم على مدار سنه 2021. وفيه مشاريع اقل يعني فيه مشاريع اللي نسب الانجاز تاعها تتراوح ما بين 30 و60% على المستوى الوطني. يعني الامر الجيد انه نعاود نرجع نقول انه الان الحمد لله يعني كل المشاريع وكاله عدل لكل المكتتبين اللي دفعوا الشطر الاول الان راهي في قيد الانجاز ويعني مشدين على وحارصين على وتيره الانجاز وعلى نوعيه الانجاز. نعم. هناك ايضا مشاريع منجزه يعني تم توزيعها على المستفيدين قبل موعد التسليم، كيف تم هذا؟ يا كانت تجارب عديده على المستوى الوطني في هذا وين يعني اون في دي بلانينغ افيك دي زونتربريز بور اريفي ا يعني ا غاني دو طون في عمليه الانجاز السكنات او الطرقات المختلفه. نذكر على سبيل المثال عده مشاريع في ولايه سيدي بلعباس في ولايه مستغانم يعني انجزناهم بست اشهر اربع اشهر حتى الخمس اشهر قبل مده الانجاز يعني اللي رانا متعاقدين معها مع المؤسسه الانجاز. يعني مشينا في تطبيق نظام المناوبه، مشينا في تطبيق يعني التروفا ويت ولا الدفوا ويت حتى يكون فيه استرجاع قليل من الوقت. نعم سنعود اذا ايضا بعد متابعه هذا الموضوع، طبعا موضوع يضعنا في صلب ما انجز من مشاريع ضمن حظيره الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه رضا تيبرماسين من قسنطينة، يقدم طبعا موضوعا حول نموذج عن حي سكني بالمدينة الجديدة علي منجلي. هي قفزة نوعية في استلام مشاريع عدل 2 قبل أجلها المحددة، فضلا عن جودة السكنات التي خضعت لمعايير دقيقة.
وهذا ما ترجمه واقع 1500 سكن بالمدينة الجديدة علي منجلي. دخلت في اللوجمون تاعي ابارتمون اف 4، ما كانش حوايج لي كبار، يعني نقائص كبار، يطاتها بيان. كنت يعني في فرحة كبيرة، وكي دخلت يعني الحمد لله كما كنت نتمناها، كما كنت نتمناها بعد النقائص الطفيفة يعني اللي ما كان اللي ما تضرش. التهيئة الخارجية أيضا كان لها نصيب، فجمالية الحي ومساحة اللعب والإخضرار في هذا المجمع السكني رافقت طموح المكتتبين. الله يبارك، يعني ما موقع ما عندي ما نضرب مملي مكتسبين من داخل، من القوش دي ريزيرف كبار، ما كانش ديري زعما المكتسبين، الحمد لله كانت التسليم تاعو، كانت نهايه التسليم نورمالمون الموقع شهر مارس 2021، الحمد لله في جونفي توزع اينو ان مجمع ان و دو الان و دو طرو الكات، وبرب ان شاء الله قبل الشهر فيفري يكون هذا الموقع بالمانع موزع كامل ان شاء الله. انموذج عن التحدي وبسواعد جزائرية استطاعت تقديم هذا الحي لمستفيديه قبل آجاله مع مراعاة الدقة في الإنجاز، وسط تفاؤل بالسير على نفس الهدي فيما تبقى من مشاريع عدل في عاصمة الشرق الجزائري. النموذج طبعا من مدينة قسنطينة، ونعرف بأنها مدينة كبرى. طبعا ما زلنا دائما نحاور السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد محمد طارق بالعريبي، عندك تعقيب أولا على الموضوع قبل أن نمر للأسئلة الموالية؟ لا، هذا كان آخر شالنج في سنة 2020، وكنا يعني كل الإطارات وكالة عدل كانت يعني بذلت جهد كبير. ما تنساش انه يعني اون ايفولوي دون دي كونديسيون فريمون كريتيك بارابور لجائحه الكورونا، ووكاله عدل يعني تقاست بزاف بجائحه الكورونا، كان فيها عده يعني عمال اللي تقاسوا، يعني كانت محتمه علينا في بعض الاحيان انه نغلق يعني دي ديريكسيون وين غلقناهم على جال الكورونا. يعني نتاسف ومن هذا المنبر نترحم على الاطارين يعني في وكاله عدل اللي توفوا. هذا الشيء كل ما خلاناش يعني ما منعناش انه نبذل جهود باش نفرح المكتتب. المثال تاع قسنطينه 6400 وحده سكنيه في يوم واحد في ولايه قسنطينه، يعني ما كانش كان هناك في تاريخ قسنطينه توزيع بهذا الحجم. المثال اللي شفناه هو مؤسسه يعني جزائريه، يعني الان ولاو عندنا مؤسسات جزائريه بيد عامله جزائريه يعملوا يعني في اطار لور كونترا، ويقدر يرياليزي ان لوجمون دو 1500 لوجمون دون ان ديلي موان كو لو ديلي اللي عنده في اللي متعاقد عليه. يعني شيء جميل جدا انه نوصل يكونوا عندنا مؤسسات جزائريه بهاد يعني الطاقه وبهاد والعمل الجيد. يعني حتى نشوف انه المكتتبين ولا لي زاكيرور ما كاين، يقول لك ما كانش دي ريزيرف يعني اللي مهمين يعني دي ريزيرف كبار. والحمد لله. الحمد لله. بالنسبه لقرارات التخصيص التي تم ضبطها بعنوان 2020 وحتى عدد المشاريع الان التي سلمت يعني لسنه 2020 والتي بقيت يعني الان، لا احنا في 1000 جاهزه ولكن لم تسلم بعد. في سنة 2020 تقريبا 150 ألف شهادة تخصيص تم تسليمها على المستوى الوطني. يعني وصلنا في بداية 2020 كان تأخر كبير في تسليم هذه الشهادات. في طيلة السنة قدرنا نسلم أكثر من 150 ألف شهادة تخصيص على المكتتبين. هاد شهادة التخصيص لازم يكون يعني قانونيا لازم يكون المشروع على الأقل 70% يعني المشروع بإجماله. يعني وصلنا أنه المكتتبين اللي داروا لشوات سيت في 2019 في 2020 داروا التخصيص نتاعهم. لوبجيكتيف تاعنا، الهدف تاعنا في سنه 2021 انه يعني نطوي نهائيا ملف ليزافيكتاسيون مع كل المكتتبين الذي قاموا باختيار المواقع في سنه 2019. يعني كل المكتتبين اللي اختاروا المواقع تاعهم في سنه 2019 بدايه يعني قبل نهايه الثلاثي الاول، وحنا كنا ضبطنا رزنامه انه
انه يكون شهر مارس، شهر مارس نبدا في ضخ يعني الشهادات التخصيص للمكتتبين، ونمشي حتى للمكتتبين اللي قاموا بالاختيار المواقع في سنه 2020. فيه بعض المواقع اللي الان نشوف فيها انها يعني مشات بوتيره جيده. ناخذ على مثال سبيل المثال المشاريع التي انطلقت في 5 جويلية، وكان السيد الوزير الاول والسيد وزير السكن والعمران والمدينه تفضل بوضع الحجر الاساس، انه فيه تقدم جيد في المشاريع هذه، واحتمال كبير انه يعني في بدايه الصيف نبدا نمد شهادات التخصيص. ثاني ولايه مستغانم اللي المشاريع تمشي بوتيره جيده، سيادة وزير السكن والعمران والمدينة كان تفضل تاني وضع الحجر الأساس، مشروع يمشي بوتيرة جيدة. يعني احتمال كبير أنه في شهر جويلية يعني المكتتبين اللي قاموا بعملية اختيار المواقع في صيف في 2020 في 2021 تكون عندهم إن شاء الله شهادة التخصيص إن شاء الله. بالنسبة للمشاريع هذه الجاهزة الآن التي لم تسلم بعد، كم عدد هذه المشاريع؟ وهل ضبطنا حتى مخطط أو رزنامة خاصة يعني مسألة التوزيع؟ لا، هي فيه سكنات على المستوى الوطني اللي راح نقوم به، فيه رزنامه لتوزيع السكنات. احنا يعني وزير السكن والعمران والمدينه يعني حارس على انه نكون في المواعيد اللي نضبطها في تسليم السكنات، يعني تسليمها في مواعيدها وتسليمها يعني تكون ذات نوعيه جيده. احنا ماشيين في سنه 2021، يعني لوبجيكتيف تاعنا سيداريفي اليفري على الاقل 130 الف وحده سكنيه. نعم. في تعليمة الوزير الأول في الأيام الأخيرة حول ضرورة تسليم عقود الملكية لأصحابها الذين أتموا إجراءات طبعا التسديد، أين وصلت هذه العملية فيما يخص وكالتكم، خاصة فيما يتعلق يعني بالفضاءات العقارية التي حتى كانت ما زالت محل نزاع عقاري؟ يعني شوف، هذه الإشكالية فيها شطرين. يعني الشطر تاع لي زاكيرور تاع المكتتبين أديال أ، يعني البروغرام اللي نسميه احنا أديال أ، ولا والمكتتبين تاع اديال دو، يعني المشاريع اللي انطلقت في 2013. فيما يخص الشطر الاول يعني الاديال ا، احنا قمنا بتسويه جميع الاوعيه العقاريه، يعني صفي يعني في 21 في سنه 2020 عملنا على هذا الملف يعني باش نصفي الاوعيه العقاريه من كل يعني النزاعات وكل الاختلافات مع مختلف الادارات. ويعني من هذا المنبر يعني ندعو المكتتبين يعني اللي يحب يخلص ولا يسولدي اللوجمون تاعو ويكون عنده العقد انه يتفضل للوكاله. وحنا بصدد اطلاق برنامج يعني تطبيق جديد، انه اللي يكون المكتتب في المنزل نتاعو يقوم بالطلب، يتحصل على يعني لي زاتيستاسيون دو سولد ولا مال لوفي يتحصل عليها في الكونت نتاعو. راح نخلي التطبيق هذا يعني في مرحله يعني من تقريبا شهر راح نطلق في التطبيق هذا. فيما يخص المكتتبين الاديال ان، يعني المشاريع اللي انطلقت في 2013 مشينا ثاني في هذا الموضوع، وفيه نسبه كبيره يعني قدرنا نسوي الوضعيه تاع العقارات، والعمليه مستمره حتى ما يكونش عندنا تاخر كما الاديال ان. وثاني يعني من هذا المنبر نطلب من لي زاكيرور يعني اللي يعني حاب يدير العقد نتاعو يتفضل باش يدير العقد نتاعو بكل اريحيه. يعني كان فيه تسهيلات، انت تحدثتم على هذا التطبيق سيد بلعريبي، هناك طرق اخرى لا اعرف اذا قبل هذا التطبيق كيف يمكن؟ لا، هو الان فيه طريقه يعني كلاسيكيه، انه يتقدم بلا دوموند للمديريه الولائيه اللي اقليميا امبلونتي فيها لو بروغرام. يعني الطريقه واضحه، يعني ما فيهاش اشكاليه، ولكن احنا مشينا باش نسهل على المكتتب اكثر واكثر واكثر. يعني يعني التطبيق منا على الشهر هذاك ان شاء الله يكون في الخدمه. حتى معدل يعني الحصول على عقد الملكيه، احنا بالتطبيق هذا يعني مشينا باش يكون في غضون 10 ايام يمكن للمكتتب ان يتحصل على العقد نتاعه. في كثير من الأحيان يعني المشاريع نعرف بأن حتى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره يعني لا تشتغل لوحدها، يعني تشتغل مع مجموعة يعني من المؤسسات المنجزة للمشاريع. كيف هي أولا طبيعة العلاقة بينكم وبين هذه المؤسسات المنجزة؟ يا سيدي المنجزة للمشاريع هي علاقة يعني كونتراكتويال، يا دي كونترا، يعني فيهم توت لي كلوز كي ديفينيس لا ريلاسيون اونتر لو ميثود دو روفراج اديال اي لونتربريز رياليزاسيون اون تيرم دو ديلي دو كاليتي دو
دو ريسبي دو ريسبي دي دي لارشيتكتور يعني كل الامور التقنيه اللي لازم تضبط في اي عقد مع مؤسسه انجاز. انتم تشترطون حتى مجموعه يعني من الشروط او مجموعه من المقاييس نوعيه هذه الشركات التي تتعاملون معها؟ لا احنا معنا اون في دي زافي دابيل دوفر يعني ناسيونال، اي مؤسسه بامكانها ان تشارك في لي زافي دابيل دوفر تاع وكاله عدل، ولكن يعني نطلب يعني باش ما نكون باش ما نكونش مع مؤسسات يعني ضعيفه ولا متعاقده تعيسه، نطلب دي ريفيرونس يعني يكونوا واضحين باش نعمل مع مؤسسات ذات مستوى. على ذكر حتى المؤسسات المتقاعسة، ما هي الإجراءات القانونية المطبقة في حالة ما إذا أخلوا يعني بالتزام الاتفاق أو الشروط؟ لا احنا كنا صارمين في لاجيستيون يعني في تسيير هذا الملف، لأنه في بداية 2020 يعني عندما أخذت زمام الأمور في وكالة عدل كانت هناك عدة مؤسسات اللي كان فيه تأخر كبير يعني في الإنجاز حتى في النوعية، ومشينا في يعني دون لو كادر ريغلومونتير مشينا في لي ميزون دومور تقريبا 200 ميزون دومور تمت في سنة 2020. مشينا ثاني في دي ريزيلياسيون افيك دي زونتربريز، يعني كانت فيه تقريبا واحد 50 ريزيلياسيون مع مؤسسة ليكيفالون تاع 50 تاع 40,000 سكن. مشينا بطريقه سريعه باش ما يحبسش المشروع، درنا لي ريزيلياسيون، اون في دي ريزيلياسيون، اون رولونسي لي زافي دابيل دوف، اون روتوني دي زونتربريز. ناخذ على المثال سبيل المثال زوج مشاريع، يعني مشروع النابه تاع 1500 مسكن، وين درنا لا ريزيلياسيون وضعنا لونتربريز، والان المؤسسه هي تعمل بطريقه يعني جيده، وين كان المشروع تقريبا مهجور. فيه ثاني مشروع في سيدي عبد الله مع مؤسسه اخرى، وين ثاني تم فسخ العقد، وين يعني كان تقريبا يمشي بوتيره ضعيفه جدا، وتم الفسخ تاع العقد ولونسينا. هل يترتب عليه اثار قانونيه؟ تحدثت طبعا على جانب الشركه يعني. لا بطبيعه الحال اون دوموند لي دوماجي انتيري اندويتا على دي ال سا دو سوا. مسجل حتى في بعض الاحيان تحفظات يعني في انجاز المشاريع عندما تتحفظ الوكاله الوطنيه يعني لتحسين السكن وتطويره، مساله ايضا التحفظ على بعض المشاريع، نطالب مثلا باصلاح الضرر في بعض السكنات او في بعض الاحياء ككل، يعني ليس فقط السكن يعني بحد ذاته. لا احنا المؤسسه مام يعني ابري لا ليفريزون دي لوجمون كون رياليز افيك انتربريز، تبقى المؤسسات حتى ننتهي من جميع التحفظات. احنا مشينا في واحد في الماضي كانت يعني هناك على 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 سو لي ريزو سوسيو كنا نشوفوا لا كاليتي تاع لي لوجمون اديال اللي كانت يعني فريمون في حاله مهترئه يعني. بحاله ماشي مهترئه، مي كانت فيه بعض الاختلالات. احنا في المرحله هذه قمنا يعني فيه لا كوميسيون ادوك اللي هي ثاني سي ان اورغانيزم اكستيريور على الديال واكستيريور على المؤسسه، اللي يقوم بمراقبه لا كاليتي تاع اللوجمون قبل لا روميز دي كلي. ومشينا في طرح اخر اللي كان ما موش موجود ولا موش معمول به في وكاله عدل، وهو انه المكتتب يعني لاكيرور قبل عمليه التسليم يقوموا بعمليه يفيريفيو اللوجمون تاعهم ويشوفوا المنازل تاعهم يعني قبل عمليه التسليم. هذا الشيء خلانا في المراحل الاخيره هذا يعني طيله سنه لي ليفريزون اللي درناها في سنه 2020 انه تنقص بنسبه كبيره يعني هذا لي ديفايونس ان تي بو لي ديفايونس كون انجستري في الماضي في سكنة عدل. نبقى نتحدث دائما في فحوى هذه الاتفاقيات يعني التي تربطكم مع مختلف المؤسسات ومختلف الشركات، ليس فقط في مسألة الشركات المطالبة اليوم بإنجاز المشاريع، ولكن حتى المطالبة اليوم يعني بتسيير الأحياء. كنا تحدثنا ربما حتى على المواقع، يعني ربما تحدثنا عن نقطة هذه الاتفاقية، أنتم أبرمتم يعني اتفاقية مناولة هكذا لمدة معينة، وبماذا تتكفل هذه الشركات؟ يعني قلت لك يعني نعاود نجاوبك، السؤال كان طرح طرح ونعود إليه. يعني المسألة تسير لازم نعود إليه. انه كان هناك اتفاق يعني بروتوكول اتفاق مبرم ما بين وزاره السكن والعمران والمدينه والوزاره المنتدبه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه،
انه وكاله عدل يعني تستفيد من الخبره تاع هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، كل مؤسسه في الاختصاص نتاعها، يعني مؤسسات اللي مختصه في النظافه، المؤسسات اللي مختصه في صيانه يعني لي زاسونسور المصاعد، المؤسسات اللي مختصه في لا سيرفيونس دي سيت، وكل شركه تاخذ برنامج من وكاله عدل وتقوم بالعمل تاعها، وفيه ان كونترا يعني تاع عام ولا تاع عامين ما بين الوكاله وهذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه. اذا ستتكفل بكل ما هو تسيير يعني للاحياء بالطبع. ولكن في بعض الاحيان نجد حتى لجان تابعه يعني للاحياء، لجان يعني مستقله، يعني مجموعه من المكتتبين هذه الساكنين يعني لهذه الاحياء يتحدون طبعا في لجان. العينه من مدينه سيدي عبد الله، والموضوع لمن العجل. هذا ما رصدته كاميرا التلفزيون وعاينته في الحي الذكي والراقي 830 مسكن بسيدي عبد الله بعد 4 أشهر فقط من تسليم مفاتيح الشقق به لأصحابها. المدارس كلها بعيدة، مدارس بعيدة الآن، الطرقات لما يروحوا أبنائنا يقرأوا تشوفي الآن بلي كاين طريق مش معبدة، يعني يجوزوا على الغرقة، يجوزوا مع موسم الشتوي هذا. مشكل التنظيف صح، أنا نشوفهم يجيوا ينظفوا بصح ماشي يعني كما كان منتظر ولا كما ينبغي. لو كان تشوفي أنت الآن بعينك هنا تشوفي بلي كاين مشكل تاع النظافة. لا فام دو ميناج كي عاد تطلع للفوق، تبدا من الفوق وتحبط، غير كي تكمل يبداو لي طرافو يطلعوا في شكاير، يهبطوا في شكاير لي طرافو بزاف، دونك سي با بوسيبل دو طرافاي في هاد لي كونديسيون. تفويض تسيير هذه الأحياء التابعة لوكالة عدل لشركات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية استوجب علينا التقدم إليها للاستفسار عن هذه الحالة. تتولى مؤسستنا عملية صيانة العمارات وتنظيفها وكذلك حراستها، نقوم لمراقبة هذا الحي بشكل دوري، إلا أننا نجد بعض التجاوزات للمواطنين بما فيها الرمي العشوائي للأتربة وفضلات البناء. لم نتوقف عند هذا الحد، فرفعنا هذه الانشغالات وأخرى إلى مسؤولي وكالة عدل بهذا الحي. وكاين دي زاسونسور راهم تلقوهم، راهم يمشيو ميت شاك فوا يتاحوهم بار لاخر، مي رانا توجور اون كونتاكت مع صاحب المشروع اللي صدير ينحل لي ريزيرف. إنجاز مثل هذه المشاريع السكنية بمقاييس الجودة والنوعية يستدعي مرافقة ومراقبة الشركات المكلفة بالتسيير وإرساء منظومة حقيقية للصيانة والمتابعة. الصيانة والمتابعة وحتى النظافة، لأنه من بين الانشغالات البارزة من خلال الموضوع اللي تابعناها سيد بالعريبي، مسألة النظافة على مستوى هذه الأحياء مرتبط حتى بالأشغال ليس التي تنجزها الوكالة أو هذه الشركات، ولكن التي يعني المكتتبون يعني بعض الأحيان يقوموا بأشغال يعني. والله انا نقول باللي يعني النظافه ولا لونتروتيان تاع لا سيتي هي 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 يعني سي لا كيستيون دو تو لو موند باك دو لا جيستيون ايموبيليير. وحنا شجعنا هاد الجمعيات تاع المكتتب لي زاكيرور انهم يتنظموا في جمعيات ويكون فيه تنسيق ويكون فيه عمل يعني تكاملي ما بين لا جيستيون ايموبيليير والمكتتب والجمعيات هادو. سكونافيو سي دي رياليتي، وهذا هو الشيء اللي خلانا نمشي في الطرح الجديد انه اون امبليك لي زونتربريز دونساج لي زونتربريز دونساج دو نيتواياج اي دو اي دو اي دو ريباراسيون داسونسور، اللي في الحقيقه استفدنا منهم كثير في بعض في عده احياء، وان كانت احياء يعني في درجه من يعني مش جيده، بوجود هذه المؤسسات تغيرت امور كثيره يعني في الاحياء وكاله عدل. نعم. عدد من المستفيدين من سكنات عدل قاموا يعني بادخال تغييرات على الشكل الخارجي لسكناتهم، ما يعطي في بعض الاحيان حتى صوره جماليه، يعني نتحدث عن صوره جماليه لهذه المساكن تتاثر نوعا ما يعني العمارات، علما ان القانون واضح في هذا الاطار. على ماذا ينص القانون؟ هو القانون واضح يعني هو ممنوع من عن باتن، لانه لي فاساد سي لا بروبريتي بوبليك، يعني ماهيش امر خاص،
وفي هذا الامر يعني وكاله عدل حازمه في الامر هذا، وفي اعدارات وفي متابعات قضائيه. نتحدث على حادث اخير في سيدي عبد الله، وين مكتتب، وين انا كيرور دو لوجمون اديال قام بنزع الشرفه، يعني لو بالكون الى اونفي لو بالكون بور فير اون بي فيتري، وين مشينا معاه للعداله وتم يعني تم الامور ترجع كما كانت عليه الامر. مجهود كبير احنا نقوم فيه الان في ليفريزون دلا ديال، انه حتى البارابول اون رياليز لو بارابول كوليكتيف، باش ما نشوفش لي بارابول في لي بالكون في احياء وكاله عدل اللي تفزد المظهر الخارجي تاع الحي. نعم، المظهر يعني حتى نجيز للمكتتبين القيام بالتعديلات داخل الشقه، ما عندناش مشكله. ما داخل الشقه يعني هو فيه عقد كراء، يعني ماهوش فيه عقد ملكيه، يعني ما تغييرات يعني في داخل الشقه، وهذا اللي يشكل لنا تعب كبير احنا في نظافه الحي، لانه هذه الاتربه اللي ينزعها المكتتب من المسكن نتاعو، تولي يعني لا جيستيون ايموبيليير هي اللي تتخلص منها من الحي، ويعني هذا امر يعني ممنوع. ممنوع حتى داخل البيت اجراء هذه التعديلات. نعم. هذا أصحاب طعون عدل 2/2013 المجمدة، والملفات طبعا مقبولة المجمدة بعد حلقة الطعون، لم يسدد الذين كل من لم يسدد شطر الأول إلى الاحتجاج مؤخرا. ما هي القرارات الجديدة التي ستمس هذه الفئة؟ لا، في الملف هذا كان معالي وزير السكن والعمران والمدينه كان يعني قام بتصريح نهايه سنه 2020 انه وعدنا هاد الفئه الاخيره انا نسميها يعني في ملف عدل 2 انه بدايه جونفي نبدا بدراسه هذا الملف، يعني نبدا ناخذ الملف يعني بعين الاعتبار ونبدا دراسته، فيه الناس اللي عندها طعون مقبوله، فيه الناس اللي عندهاش يعني مازال ما دفعت الشطر الاول، يعني فيه عده يعني بليزيور ترونش، وين هذا الملف يعني هو ملف تقريبا فيه ثلاث محاور، لانه ماناش حابين نمشي انه نمد المكتتب يدفع الشطر الاول ومن بعد ينتظر سنوات باش يدفع الشطر الثاني، ماناش حابين نمشيو، لازم حابين يكون تسيير يعني تسيير عقلاني في الاخر. ملف في وكاله عدل 2 هو انه احنا الان في عمليه يعني تحيين الملفات، في عمليه لو كونترول تاع لو فيشي تاع هاد الملفات، لانه ملفات يعني من رقم معين، ماشي رقم معين، هما فيه عدد معين من المكتتبين اللي فيهم اللي عندهم هذا، ومش رقم كبير اللي في اللي يعني مختصين بهذا الملف. احنا الان في عمليه يعني الكونترول تاع لو فيشي، في عملية رصد الأوعية العقارية، لأنه مهم جدا أنه تكون يعني نيدونتيفي لي ريزيرف فونسيير باش نقدر نمشي في المشروع، والشيء المهم ثاني هو رصد البنك اللي راح يقوم بتمويل هاد العملية. يعني احنا نمشي في هذا الثلث، يعني ثلث الملفات أو ميم طون، يعني باش نقدر نبدا نمد لي زورد فيرسمون يعني تاع المكتتبين اللي خاصين بالفئة هذه. وأنا نظن أنه أفاق تسوية هذه الوضعية متى؟ يعني بصوره تقريبيه. لا، احنا درنا برنامج عمل، يعني روزنامه عمل وعرضناها على 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 سياده الوزير السكن والعمران والمدينه، ونظن انه يعني نهايه الثلاثي الاول يبدا يكون فيها حل ان شاء الله تاع الملف هذا. نعم. مسألة الرغبة مسألة مهمة، سواء يعني في معالجة الملفات، يعني في تقديم قرارات التخصيص وغيرها، في اختيار المواقع وغيرها. ممكن أن نتحدث أيضا عن هذه النقطة سيد بلعريبي، مسألة يعني هذا الموقع الخاص الرقمي هو الذي يعالج هذه الملفات، في مسألة يعني التخصيص وغيرها. لا، احنا الملف الرقمي أنا عاطينه أهمية كبيرة في وكالة عدل، لأنه بطبيعه الحال العدد كبير، سي ان نومبر تري امبورطون دو سوسكريبتور، اون بارل دان دومي ان دام دومي مليون دو سوسكريبتور. ما نقدرش نتعامل مع المكتتبين بطريقه يعني تقليديه وملفات ويعني يعني لهذا كان لازم نمشي للرقمنه. الان وكاله عدل يعني لي زوردر فيرسمون سون مي دون لي بواط دي سوسكريبتور، دونك سوسكريبتور في المنزل نتاعو يتيليشارجي لورد فيرسمون. مشينا تاني في تطبيق مهم جدا اللي باش نخلي المؤسسه قريبه للمكتتب، درنا تطبيق انه هذا انطلقنا فيه في شهر اكتوبر، سي لا بريز دو رونديفو بور للمكتتبين باش يجي لوكاله عدل.
c'est un logiciel qui a été fait par des ingénieurs algériens. نقول انه هذا التطبيق يعني تم تحميله في مده 3 اشهر 55 الف مكتتب قام بتحميل هذا التطبيق. سيت اون ابليكاسيون سور اندرويد تيليشارجابل سور اندرويد، يعني في المنزل تاعك تاخذ المحمول تاعك وبالكود والموت باس تاعك تدخل تخير الانشغال نتاعك سواء في لاجيستيون ايموبيليار ولا في ملفك في الملف الاديال نتاعك ولا في وتيره الانجاز الاشغال، تخير الانشغال نتاعك، تخير لادات وتخير الساعه اللي تجي فيها الوكاله العدل، تمبريمي لو رونديفو تاعك. وكي تجي الوكاله العدل يعني ما كانش يعني التواصل مع وكاله العدل يكون يعني بطريقه جد جد سهله وجد جد يعني تري 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 سامبل. نعم، هذا طبعا ملف الرقمنة يدخل ضمن المحور الثالث الذي خصصناه للحديث، يدخل حتى في الأفاق، هل يدخل في الأفاق يعني الأفاق بالنسبة لوكالة عدل 2021؟ بطبيعة الحال احنا الرقمنة ماشيين فيها ملف، يعني الفكرة انه نخلي وكالة عدل اكسيسيبل اتو لي سوسكريبتور، ما لازمش تكون عندي وساطة في وكالة عدل باش نروح يعني باش نروح ناخذ نشوف الملف تاعي وين عاد، ولا باش نطرح الانشغال تاعي بالتطبيق اللي تكلمت لك عليه تاع لو بريز دو رونديفو. يعني اي انسان يقدر يتفضل وكاله عدل ما يحتاج حتى وساطه، ووكاله عدل بهذه الطريقه هي قريبه للمكتتبين. في بدايه الكورونا اوسي يعني كنا عملنا الخط الاخضر 30 40، وحتى الان تقريبا 80 الف اتصال يعني قمنا دو لو ريسيفوار في لاديال باش ما نخليش المكتتب يعني يتنقل، وسيرتو يعني في بدايه الامور تاع الجائحه كانت الامور صعيبه بزاف، عطلت نوعا ما حتى انجز في المشاريع باش ما نعزلش حتى بالكورونا فيروس يعني بهذه الجائحه. اون سي ادابتي وخلقنا يعني عده وسائل للاتصال. فيه ثاني برنامج جديد احنا في صدد العمل عليه، هو متابعه المشاريع عن طريق الاندرويد، يعني المهندس يعني لو ميت دوفراج يعني لو بتي شيف دو بروجي كي سور سيت بامكانه يعني يتبع المشاريع نتاعو بسير ابليكاسيون سير اندرويد، وماشيين في عده تطبيقات. يعني راح انت كيف تقيم سير هذه الاجراءات الحاليه؟ يعني بالنظر مساله التبسيط الان الاجراءات الاداريه بعيد عن يعني المكاتب مثلا الاوراق وغيرها، يعني لا هي تقريب الخدمه للمواطن ومساله هي تخلي المكتتب يكون مرتاح. المكتتب اللي يمكن انه يتبع الملف نتاعه وهو في المنزل نتاعه شيء جيد. المكتتب اللي بامكانه انه يتواصل مع لا ديريكسيون كوميرسيال باش يطرح انشغال نتاعو في الملف نتاعو وهو في المنزل يعني شيء جيد. يعني امور اللي تبسط تخلي الوكاله قريبه للمكتتب. نعم، اخر سؤال قبل ان نمر، يعني انا حتى ذكرت من خلال حتى في مقدمه الملف بان العديد يعني من الاسئله وردت الى الموقع الرسمي للمؤسسه العموميه للتلفزيون، مجموعه من انشغالات المواطنين الذين تفاعلوا مباشره بعد اعلان استضافتك في برنامج الجزائر المباشر. سنستعرض طبعا، نحن طبعا رصدنا وحصدنا يعني مجموعه من الاسئله، ليس كل الاسئله، لم مش ممكن نعرض كل الاسئله، ولكن تقريبا يعني مجموعه من الاسئله هي متقاربه يعني في الطرح وفي الانشغالات. نعم، وهناك أيضا حتى بعض الأسئلة سنلخصها. سنشاهد الأسئلة أو نرد على الأسئلة ثم نتحدث ربما كآخر سؤال عن الأفاق بالنسبة للوكالة، لوكالة تحسين السكن والتطوير. نبدأ طبعا بالسؤال الأول، مطالب مكتتبي هنا سيد بلعريبي معي، مطالب طبعا مكتتبي عدل الاثنان بجاية يتحدث عن الإسراع في إشغال التهيئة الخارجية في القطب الحضري إغزر وزريف وانطلاق الأشغال ل 2798 سكن في أقرب الأجل في القطب سيدي بودران. لا، تحياتي الخالصة لمكتتبين ولاية بجاية. أنا كنت تنقلت لولاية بجاية في سنة 2020، يعني درت زيارة عمل تما، فيه يعني سكنات كثيرة راهي واجدة في 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 القطب الحضري واد غير.
فيه بقات لي فير دي بريمير سكوندير، وين صديقي يعني مدير التعمير هو الان يعني يعمل ليل النهار لكي ينتهي من هذه العمليه ونقوم بتوزيع السكنات تاع واد غير. السكنات تاع بودراهم احنا كنا انطلقنا فيها ولي زونتربريز راهم انستالي وحنا رانا في لي زيتود، يعني غير ما نخلص لي زيتود باسكو يعني نذكر المكتتبين انه الدراسات تقريبا ثلث اشهر يعني باش نبدا في العمل، وحنا يعني متواصلين مع المؤسسات الانجاز باش نبدا في العمل غير ما ننتهي من الدراسات. نعم، بعدد من الولايات على سبيل المثال مثلا بومرداس هناك مواقع سكنيه قيد الانجاز، يعني قبل ان ناخذ السؤال الثاني، وليس هناك ما يثبت انها تابعه لولايه بومرداس؟ لا احنا قلت لك يعني في لارارتي تاع الاوعيه العقاريه اوني بارتي سور لا سينتور كي كادر لا ولايه دالجي بومرداس بليدا اي تيبازا، يعني الاوعيه العقاريه اللي قريبه من المحيط للبيريمتر تاع ولايه الجزائر كان لازم نروح تما باش نحل المشكل تاع الانطلاق في المشاريع. ناخذ السؤال الثاني، سكان حي عدل الاثنين قريشي رغاية دفعنا شطر الرابع ودفعنا حقوق الموثق في نوفمبر 2020، أشغال التهي الخارجية تسير سيرورة جد بطيئة إن لم نقل منعدمة، السكنات جاهزة ما عدا بعض التحفظات في بعض العمارات. لا هي مشروع ثاني كنت زرته، هي المؤسسات الإنجاز في الأيام الأخيرة يعني اللي كانت فيها الأمطار كانت صعوبات باش نعمل التهيئة الخارجية، لكن الآن المؤسسات هي تعمل وإن شاء الله ننتهي من المشروع ونقوم بتوزيعه في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. نحن مكتتبي نروح الآن إلى الجنوب، نحن مكتتبي عدل الإثنان ولاية أدرار لا يتعدى عددنا 30 مكتتب، فائض سكنات موجزة معرضة للنهب والتخريب، نلتمس من سيادتكم التدخل لرفع عنا التجميد ونحن مستعدين لدفع كل الأشطر. لا هو عدد المكتتبين في ولاية أدرار ماشي 30 و 350 مكتتب في ولاية أدرار، قمنا بتوزيع تقريبا حتى الآن 220 وحدة سكنية 320 وحدة سكنية، 110 هي في قيد الإنجاز الآن، تم الانطلاق مؤخرا في 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 درنا لا في دابيل دوفر بو لا رياليزاسيون دي في ار دي، ويعني ما عندناش احنا ما عندناش مصطلح الفائض، يعني ما نقدرش نبني مشروع وما عنديش المكتتب تاعه. وكالة عدل تقوم يعني بعمليه انجاز مشاريع يعني المناسبه لعدد المكتتبين. المكتتبون أيضا يهتمون بكل ما هو تسيير، يعني في الحقيقة حتى أغلب كل الأسئلة التي وردت إلى الموقع، يعني كل التساؤلات تدور في مسألة حتى توفر الماء الغاز الكهرباء مثلا سيدي عبد الله حي 29 2001 173 مسكن، تم تسليم المفاتيح بتاريخ 15 جويلية 2019 بدون ماء غاز الكهرباء، الآن تم طبعا حل المسألة موجود الماء، ولكن مسألة مثلا بعض فضاءات الترفيه بالنسبة للأطفال وغيرها، تعمل الآن لجنة إحسان على مستوى هذا الحي من أجل يعني تدعيم هذا الحي بهذه المسائل، يعني مسألة الفضاءات الترفيهية. لا أنا كنت قلت لك أنه في السابق كانت هناك تسليم سكنات عدل بدون المرافق، ويعني إحنا في بداية السنة كنت قلت لك أنه وزير السكن والعمران والمدينة كان قد مد تعليمة يعني صارمة أنه ولا سكن يعني نقوم بتوزيعه كون ما تكونش فيه الكهرباء والغاز والماء، وكان يعني مجهود كبير باش هذه السكنات التي كانت وزعت في سنة 2019 كان مجهود كبير في سنة 2020 حتى نرجعها أنيفو، والعملية مستمرة يعني حتى أماكن الترفيه ولا أماكن الاستراحة احنا ماشيين باش نحقق هذا الأمر. كيف سنتعامل يعني كيف سنحل مسألة هذه الفضاءات؟ أنت ذكرت بأن فيه مجموعة من السكنات أو مجموعة من المشاريع تم تسليمها قبل الأجل أو قبل توفير هذه الضروريات يعني ضروريات الحياة، كيف ستتعاملون يعني هل هناك مخطط في مسألة إيجاد حلول يعني في هذا؟ بطبيعة الحال أنا كنت قلت لك أنه لا ميزا نيفو دو سي بروغرام كي زون ايتي distribué. Maintenant, on est en train de travailler pour arriver à les mettre à niveau. يعني حتى ولو كان خص مساحات للعب تاع الأطفال ولو les équipes, les mobiliers urbains, احنا ماشيين الآن باش نحقق هذا الأمر، ويعني حسب الأظرفة المالية اللي بقات من لا رياليزاسيون تاع لي لوجمون هذا. نعم.
العديد إذن من النقاط والعديد من الأسئلة مرتبطة بالتسيير، مرتبطة بالمشاريع، مرتبطة حتى بقرارات التخصيص وبالطعون، وربما أجبنا على القليل يعني بالنظر للوقت المخصص لذلك أو للحيز الزمني المخصص لذلك. أسأل يعني في نقطة أيضا مهمة سيد بالعريبي، كيف أنتم تتعاملون مع هذه اللجان؟ تحدثتم أنتم عن الشركات التي ستتكفل مستقبلا يعني بمسألة تسيير الأحياء، ولكن أنتم اليوم يعني حاليا أو في الراهن تتعاملون مع لجان الأحياء، كيف تصغي وكالة الوكالة للجان الأحياء؟ يعني أنتم تشجع من باب التشجيع وجود هذا اللجان؟ أنا قلت لك نشجع هاد المبادرات، لأنه ما تقدر تزيد غير الشيء الجميل لأحياء سكنة عدل، أنه يكون التسيير متكامل ما بين المؤسسات ولا لا جيستيون ايموبيليار وهذه الجمعيات. فيه عده امثله يعني جيده نقدر نحصرها في عده ولايات، انه يعني العمل تاع الجمعيه وتاع وكاله التسيير يعني عمل يعني الترافايون كورديناسيون بارفيت، يكون هناك تنسيق وهناك اجتماعات، هناك يعني دي بلون داكسيون اللي يديروهم يعني دي فوا كنا نمشيو في دي بلون تاع فولونتاريا بلا يعني باش ننظف الحي، وان شاء الله يعني الامور هذه العمليه تتعمم على المستوى الوطني. سؤال اخر، نحن مجموعه مكتتبين عدل شعيبه، عددنا 22، تم توزيع الموقع لكننا لم نستفيد من شقاقنا. لا اطلع احد الزملاء على القائمه، هذا اخر موقع قمنا بتسليمه في بدايه سنه 2021 وين كانت فيه مشاكل تاع غاز وتاع تاع 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 في ار دي، يعني قمنا بتسليم المشروع لكل المكتتبين. يعني لك حتى ولو كانت فيه فئه يعني عندها بالك، هادو سي دي جون كي سون دي كات فيلتر، يعني اللي الملف نتاعهم فيه اشكاليه، يعني قادر يكون عنده عقار، قادر يكون عنده يعني اللي بلوكي حتى يدير لا جوستيفيكاسيون تاعو باللي يستاهل السكن عدل، ويتفضلوا يعني المديريه الولائيه تاع ولايه تيبازا ويطرحوا الانشغال تاعهم، ما فيش مشكل. هناك ايضا حتى من طرح يعني ونحن نطلع على التعليقات والاسئله كثيره، ونحن نريد ان طبعا نشفي كل ان انشغالات المواطنين، العديد من الاسئله مرتبطه على العموم، اخذنا يعني بعض الاسئله يعني حتى مساله تسيير الاحياء وغيرها، وهذا هو ربما الجديد الذي ذكرته سيد، حتى مساله تسليم المشاريع في العديد من السكنات بالنسبة للطعون، حتى يعني بالنسبة للمكتتبين اللي تحدثنا عن عدد الاثنين 2013 اللي عندهم يعني تعالجت ملفاتهم سيتم تسويتهم في المستقبل. بماذا نختم؟ ربما بالأفاق الخاصة بالرد على كل هذه الأسئلة والانشغالات، وفي نفس الوقت الأفاق بالنسبة لوكالة عدل 2011. أنا أقول أنه شيء صعيب جدا أنك يعني في ساعة تجاوب على جميع الأسئلة اللي تطرح من طرف المكتتبين. موضوع وكالة عدل يعني نسبة كبيرة من المواطنين يهتمون بملف ملف العدل. احنا يعني مجهود كبير كان يعني بظرف برغم الكورونا اللي كانت يعني درت لنا عائق كبير، لكن في سنه 2020 نذكر انه تم الانطلاق في ظرف يعني 12 شهر في 130 الف وحده سكنيه على المستوى الوطني، يعني لا ديستريبيسيون لا ليفريزون دو تقريبا 100 الف وحده سكنيه على المستوى الوطني. في سنه 2021